القدر مولانا كل عمره استشهد عمره 46 سنة. هاي الآثار العظيمة اللي الآن محيه من بعده أسس منطقية وأصول وفقه وفلسفتنا وبنقلا ربوي كلهم الآن 46 سنة. 46 سنة يعني الآن لو تحسبون لعله بعض الأعزاء مولانا أعماره بعد 5 سنوات 10 سنوات يوصل إلى ماذا؟ إلى هذا العمر. هو يقيس نفسه بما أبقاه لنا ماذا؟ أنا كنت بخدمته قدس الله نفسه، قلت له سيدنا أريد أسألك بعض الأسئلة ما تتأذى؟ قال لا أسألني. قلت له أول كتاب كتبته في عمرك إيش قلت له؟ ابتسم سيد الشهيد قدس الله نفسه، اللهم احشرنا معه. هذا الرجل إيش قد كان متواضع، إيش قد عمرك؟ ابتسم. قلت له سيدنا ما تجاوب؟ قال لا أجاوب، كان عمري 8 سنوات. قلت شنو سيدنا؟ قال 8 سنوات كان عمري. قلت شنو كان كتاب؟ قال كتبت عن حياة الأئمة في كتاب حدود 100 صفحة مولانا، عمري 8 سنوات. وأما عندما حضرت مولانا عند درس خالي مولانا، عرفت شلون؟ فكان عمري بحث الخارج، قال مولانا مع من الأعلام مولانا والأساطين كان يحضرون، عرفت شلون؟ فكان عمري دون البلوغ. يقول فأنا من حضرت مولانا فخالي أشكل فد إشكال، فأنا خجلت أنه أجيب عنه، فبعد الدرس رحت يمه قلت له هذا اللي أشكلته هذا جوابه؟ قال لا لا مو كافي، بكرة أنا راح في الدرس أقول بأنه محمد باقر جاوب شنو الإشكال. فيقول احنا مقعدنا كان أحد الأعلام الكبار، ما أريد أجيب اسمه، كان اسمه أيضا محمد باقر، فخالي توجه إلى من؟ توجه، قال محمد باقر وين الجواب؟ سيد محمد باقر وين الجواب؟ فالناس كلها توجهت، الطلب إلى من توجهوا؟ إلى ذلك العلم. لا ما تكلم، أنا تكلمت مولانا دون ماذا؟ دون سن البلوغ. وأما الرسالة العملية فباحثتها كاملة وكانت عندي دورة كاملة في آراء الفقهية فدون 20 سنة. هذه الله يعلم بلا واسطة، دا أنقلكم يعني الواسطة فقط أنا مو مكان آخر، وإذا منقولها ما تينا فبعضهم ناقلها مني لأنه أنا هذني الأسئلة سألته. ولكن في المقابل لم يتبادر لذهنكم بأنه هذه المقامات وصل إليها مولانا فقط النبوغ كان؟ لا 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 أبدا أبدا، وإنما ماذا؟ جهد مضاعف، جهد مضاعف. السيد الشهيد معروف عنه أنه لم يذق طعم النوم في النهار أبدا، بالنهار بعد الظهر ما ينام مولانا. يقول كان عندي فد غرفة صغيرة وتعبيره هو عبر عنها صندوقشة مولانا، صندوقشة يعني فد متر في متر ونص مولانا. يقول أنا بعد صلاة الصبح كنت أبقى هناك إلى أن والدتي تدق الباب مولانا تقول لي صار وقت الغداء مولانا، غرفة مولانا أبو المتر ونص. هذا الجهد، بل أكثر من ذلك. أسأل ما أدري من وداني إلى السيد أبو جعفر قدس الله نفسه رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عجيب هذا الرجل، وراء كان من التواضع لا يصدق، لم أرى في حياتي متواضعا كأستاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. أنا رأيته بعيني في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وجدته واقفا عند الباب وخلفه مجموعة من هذول عوام الناس مولانا، ويقرأ لهم الزيارة بصوت مرتفع مولانا، إيه يزورهم هذول، لأنه هذا كان واقف يقرأ الزيارة مولانا، ده يقرأ زيارة أمير المؤمنين، فهذول الناس العاديين إجوا قالوا له، قالوا له سيد شنو زورنا؟ تعرفون على الإخوة اللي يعرفون سيد زورنا مولانا. هو من السيد ما قال بعضش شاني شنو أنا أصير مزور مولانا؟ فرفع صوته مولانا بالزيارة، وهؤلاء مجتمعون، أنا رأيته بعيني، بعيني رأيته مو نقلا من أحد. تمر علينا هذه الأيام ذكرى ميلنا، ذكرى استذهاب المفكر الإسلامي الكبير المرحوم آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية المظلومة بنت الهدى
عظمة شخصية هذا العالم الكبير الشهير أوضحت عمق ما في قتلته من خبث ولؤم. ويبقى السؤال دون جواب عما فعلته الأوساط العالمية تجاه هذه المأساة الكبرى. فهل المنظمات الدولية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان حركت ساكنا في هذا المجال؟ هل حققت في حادثة مقتل هذه الشخصية الإسلامية العالمية؟ وهل سألت عن سبب قتل شخصية نادرة في الأوساط العلمية والفكرية العالمية المعاصرة؟ نظام القتلة الحاكم في العراق اختطفوه هو وأخته من بيته في مدينة النجف الأشرف، وبعد برهة دفعوا بجثمانه الشريف إلى المقابر. وسمعت أن أصدقاء الشهيد السعيد الذين استطاعوا بجهد جهيد أن يشاهدوا الجسد الطاهر رأوا آثار تعذيب فظيع مارسه الجلادون معه رحمة الله وبركاته على روحه وروح أخته، ولعنة الله الأبدية على قتلته ومعذبيه وظالميه.